بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً. يأمركم الله سبحانه وتعالى أن تذكروه بالطاعات والقربات، أن تذكروه باللسان وبالقلب وبالأعمال ذكراً كثيراً تداومون عليه، خلاف المنافقين فإنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وسبحوه، أي نزهوه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتنزيه والذكر، بكرة وأصيلا، في أول النهار وفي آخره، كما قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه يجازي الذاكرين له بأنه يصلي عليهم هو والملائكة، يصلي عليهم، يثني عليهم، وتثني عليهم الملائكة وتستغفر لهم، كما في الحديث من ذكرني، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. وذكر الله عز وجل فيه فوائد عظيمة. ذكر الله طمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله فيه حياة القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وقال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وذكر الله سبحانه وتعالى فيه خيرات كثيرة ونعم عظيمة وصلة بين العبد وبين ربه. فإذا نسي العبد ربه ولم يذكره نسيه الله جل وعلا، بمعنى أنه يتركه من الخير ومن الإحسان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال في المنافقين: نسوا الله فنسيهم. والذكر أنواع كثيرة وله أوقات متعددة تستغرق الليل والنهار وجميع الأحوال. قال تعالى: وأقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تشتمل على فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، لأنها تربيه على الخير وتبعده عن الشر، فمن داوم على الصلاة فإنه يحصل على هذه الميزة العظيمة. ولهذا تجدون المصلين المحافظين على الصلاة أبعد الناس عن المخالفات وأقربهم إلى الطاعات. والفائدة الثانية وهي أعظم، ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها ذكر الله جل وعلا، وذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، لأن الصلاة ذكر لله عز وجل، كلها ذكر، لما تشتمل عليه من التكبير، ولما تشتمل عليه من التسبيح، ولما تشتمل عليه من تلاوة القرآن، ولما تشتمل عليه من الركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكلها ذكر لله عز وجل. ثم إنه سبحانه وتعالى أمر بذكره بعد الصلاة، أمر أن تتبع الصلاة بالذكر. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد جاء بيان الذكر الذي بعد الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا بعد السلام مباشرة وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه الكريم ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم إنه يسبح الله ثلاثا ثم إنه يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادمين متحسرين، قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور. قال: وما ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون من فضول أموالهم ولا نتصدق.
فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من عمل مثل ما عملتم. تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرونه 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسمع أهل الدثور والأغنياء سمعوا بمقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقولون مثل ما يقول الفقراء. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا ما نقول فصاروا يقولون مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك بعد ما يأتي بهذا الذكر فإنه يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين. وإذا كان بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب فإنه يكرر سورة الإخلاص والمعوذتين، كل سورة يكررها 3 مرات. وكان بعد الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يأتي بالتهليلات 10: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وكذلك يشرع الذكر عند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند الركوب وعند دخول السوق. إذن فالذكر يلازم المسلم، ويشرع الذكر عند النوم وعند الانتباه، وعند يشرع الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الانتباه في أثناء الليل، كلما انتبه يذكر الله سبحانه وتعالى. يشرع الذكر عند الأكل وعند الشرب عند بدايته ونهايته، ويشرع الذكر فيما عدا هذه الأحوال في كل الأوقات المناسبة. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. فينبغي للمسلم ألا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله حرز من الشيطان. فإذا غفل المسلم عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان، وإذا ذكر الله ابتعد عنه الشيطان. ولهذا سماه الله بالوسواس الخناس، يعني الشيطان وسواس عند الغفلة عن ذكر الله، وخناس عند ذكر الله، يعني يبتعد، ينخنس ويبتعد عن المسلم إذا ذكر الله عز وجل. وجاء في الحديث أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل من خرج العدو في طلبه
فأوى إلى حصن حصين فمنعه منهم. كذلك المسلم إذا ذكر الله عز وجل فإنه يتحصن به من أعدائه من شياطين الإنس والجن. يجب على المسلم أن لا يغفل عن ذكر الله. قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هكذا ينبغي للمسلم أن يداوم ذكر الله عز وجل وأن يستمر معه. وإذا كنت لا تعرف الأذكار الواردة فإنها مكتوبة ومدونة في كتب مختصرة ومطولة، فعليك أن تراجعها وأن تذكر الله منها. منها كتاب الوابل الصيب لابن القيم، الوابل الصيب في الكلم الطيب، ومنها كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها كتاب الأذكار للإمام الحافظ النووي، وكلها ميسورة ولله الحمد. ومنها رسالة مختصرة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي مطبوعة وميسرة، وبإمكان الإنسان أن يستصحبها معه ويذكر الله منها. فالمسلم إذا اهتم بهذا الأمر يسره الله له، وإذا غفل عنه فإنه يموت قلبه وينساه ربه ويكون من الغافلين. اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكر الله على جميع أحوالكم في الصباح والمساء في جميع الأحوال، بعد الصلوات المكتوبات، في جميع الأحوال من ليل أو نهار لا تغفل عن ذكر الله. والذكر ولله الحمد من بين سائر العبادات ميسر سهل، ما يحتاج منك إلى تعب، لأنه باللسان، واللسان لا يتعب، ما يتعب من ذكر الله، بخلاف الصلاة فإنها تتعب البدن، بخلاف الصوم والجهاد هذه تتعب البدن وفيها مشقة، لكن الذكر ليس فيه مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولكن الشأن في الرغبة والمحبة لذكر الله عز وجل، فإذا أحبه الإنسان تلذذ به وصحبه دائما، أما إذا غفل عنه فإنه يكون ثقيلا عليه. اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، احذروا من الشواغل عن ذكر الله عز وجل،
احذروا من الشواغل التي تبعدكم عن ذكر الله عز وجل. ومن أعظم الشواغل ما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان من القيل والقال والضحك والممازحات الطويلة التي تشغل الإنسان عن ذكر الله عز وجل. وأعظم من ذلك ما ابتلي به كثير من الناس من متابعة هذا البث الخبيث وهذه القنوات الخبيثة التي أخذت على كثير من الناس ليلهم ونهارهم وراحتهم واستغرقت أوقاتهم فغفلتهم عن ذكر الله. الله جل وعلا يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن هؤلاء الذين يبثون هذا البث الخبيث يريدون صرف المسلمين عن ذكر الله عز وجل، أغفل الله قلوبهم، فيريدون أن يغفلوا المسلمين عن ذكر الله عز وجل. فاحفظوا وقتكم فيما ينفعكم ويفيدكم، أشغلوه بذكر الله. اذكر الله وأنت على فراشك، اذكر الله وأنت على أكلك وشربك، اذكر الله وأنت على سيارتك، اذكر الله وأنت في بيعك وشرائك، اذكر الله وأنت في الطريق، اذكر الله على كل حال. ولا تغفل عن ذكر الله عز وجل فتكون من الهالكين. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح إمامنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.